مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك دكتور أشرف عزمي أهلا بيك في حلقة جديدة ووقت جديد بنكمل فيه دراستنا أهلا بيك يا بيتر وكمان برحب بكل السادة المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم وأصلي أن الحلقة دي تكون سبب بركة ليكم أمين بذكر كل مشاهدينا بانه تليفوناتنا موجوده على الشاشه للي حابب يسال معانا ويتابع معانا في موضوع اليوم وتكملة دراستنا اليوم في سفر الخروج بذكر كل مشاهدينا وانتهينا بالحلقه الماضيه في موضوع الموت الابكار وشفنا قد ايه كان عند فرعون وقد ايه كانت تسلسل وتدرج الله معاه للنهايه الى ان اغرق كل جيش المصريين م. النهارده هنبدا رحله الارتحال من بعد الخروج هنشوف مع الدكتور اشرف عزمي ايه تاريخيا امور عظيمه جدا بدعوك عزيزي المشاهد آه لو بتحب تدرس كلمه الله وبتحب تدقق فيها آه او بجد هوعدك بانك هتستفاد جدا انا استفدت جدا في مناقشه بسيطه قبل الحلقه مع الدكتور اشرف في امور علميه آه كتابيه ايضا وربط جميل جدا بينهم آه هتستفاد منه كتابيا وروحيا وايضا تاريخيا. دكتور اشرف عزمي ايه اللي حصل بعد الخروج؟ هو النهارده هنتكلم عن نقطتين مهمين قوي، م. النقطة الأولانية هي المسار اللي خدوه م. آه بني اسرائيل في خروجهم من أرض مصر م. حتى وصولهم إلى أرض كنعان والنقطة الثانية هي تاريخية الخروج، امتى م. حصل الخروج؟ وكمان هنتعرض الى هل هناك ادله وهل الخروج ده حدث تاريخي لانه البعض النهارده بيشكك حتى في تاريخيه خروج بني اسرائيل من ارض مصر. م. فدول الاشياء اللي هنتكلم عنها، فهبدا بنص كتابي. تفضل هنكمل مع بعض قرايتنا فيه وهو من خروج 12 م. وابتداء من عدد آه بس البس النضاره اتفضل من عدد 29 مم. كويس آه بيقول لنا ايه بيقول لنا فحدث في نصف الليل ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر يبقى اللي الرب قاله عمله مم. كويس من فرعون من بكر فرعون الجالس على كرسي الى بكر الاسير الذي في السجن وكل بهيمه فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت يبقى ده تحقيق للرب إيه؟ قال. للرب قاله الرب لما بيقول حاجة ما بيهزرش أكيد كويس النقطة الثانية بقى المهمة النتيجة اللي حصلت عشان كده الضربة العاشرة دي كانت هي الضربة اللي قسمت ظهر فرعون واللي لينته للدرجة إنه قال لبني إسرائيل طب اخرجوا بقى فدعا موسى وهارون ليلا وقال يبقى هنا فرعون دعا موسى وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا من بين شعبي انتما وبنو اسرائيل جميعا واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم خذوا غنمكم ايضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا وباركوني ايضا يبقى عمل ايه فرعون هنا خضع للطلب الاولاني بتاع موسى انه اللي الرب قالوا اطلق شعب ايه؟ بيعبدوني. ليعبدوني. وكان كل مره يقول لهم طب روحوا انتم بس سيبوا ايه؟ نسائكم واولادكم، طب روحوا انتم بس ما تاخدوش املاككم ولا اغنامكم. المره دي بقى في الضربه دي خلاص سلم نهائي وقال خدوا كل حاجه واخرجوا وعبود الرب، والح المصريون كان في كمان ضغط عليه من الشعب المصري ليطلقوهم عاجلا من الارض لانهم قالوا جميعنا اموات احنا لو استمرينا بالشكل ده مش بس البكر هو اللي مات لكن احنا كمان كشعب هنموت فحمل الشعب عجينهم قبل ان يختمر ومعجنهم مسروره في ثيابهم على اكتافهم وبداوا رحله الخروج دي الاحداث اللي ادت ليه للخروج, للخروج. النص الثاني بقى لما خرجوا من ارض مصر كويس يقول لنا كتاب في أصحاح 13 وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهديهم في في أرض الفلسطينيين طريق أرض الفلسطين مع أنها قريبة يبقى في طريق ربنا مرداش يخلاهم يمشوا فيه مع أنه قريب وده بيورينا حكمة الرب أوقات كتير ربنا بيعمل حاجات في حياتنا إحنا ما بنبقاش فاهمين بس لما بنعرف السبب بنطمن ان الرب قد ايه لا حكيم هنا الرب قال لأن الله قال لئلا يندم الشعب اذا رأوا حربا ويرجعوا الى مصر فأدار الله الشعب في طريق بريد بحر صوف وصعد بنو اسرائيل متجهزين من ارض مصر النقطه الاساسيه ايه؟ اه خليني اشرح الـ 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 بالخريطه اتفضل كويس الخريطه اللي قدامنا دي بتوضح لنا جزء مهم جدا م. في طريق هنا شايفينه فوق انا أعمل عليه بالاصفر اهو مم. او ممكن كمان اختار لون شويه مختلف اتفضل بالاحمر الطريق ده طريق ده موازي للبحر المتوسط بحر ال ال أبيض المتوسط. الابيض المتوسط الطريق ده بيسموه طريق البحر و, و وده الطريق الامن اللي يوديك على طول الى ارض كنعان م. وما يحتملش ان انت توه اذا انت تهت روح بس على طول ناحية ايه؟ ايدك الشمال هتوصل لحدة الميه وتكمل لفوق. فاهم يعني؟ وده الطريق اللي كانوا دايما الحروب والجيش المصري يصعد فيه الى كنعان رايح جاي. الطريق ده سهل جدا، ياخد ايام معدوده عقبال ما يوصل، ياخد لحوالي حوالي ايام. عقبال ما الانسان يوصل الى مشي، انا بتكلم على مشي على الاقدام. عقبال ما يوصل إلى, الى 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 غزه ويدخل الى ارض كنعان. فالطريق سهل جدا لكن المشكلة الأساسية أن دول خارجين من مصر وخارجين أولا لا يعرفوا يحاربوا ولا تدربوا على حمل السلاح ولا يعرفوا يمسكوا القوس ويحاربوا به ولا يعرفوا يدافعوا عن أنفسهم دول عاشوا معظم حياتهم أو كل حياتهم عبيد كويس فهيجوا هنا عند الأرض كنعان وهيلاقوا الفلسطينيين وهيلاقوا شع شعوب أرض كنعان ودي شعوب متدربة في الحرب شعوب قوية جدا شعوب حصينة فأول ما يهجموا عليهم إيه اللي هيحصل كل واحد يرجع ورا تاني يرجع لأرض مصر وبكده يكون رجوعهم لمصر قفل الباب عليهم أن يخرجوا تاني إلى أرض كنعان يعني لو رجعوا إلى مصر كان هيعيشوا طول أيام حياتهم عبيد في مصر ومش بس كده ده هيبقى فيه انتقام يعني لا هيبقى في كمان سؤال كبير قوي 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 عندهم يسبب لهم انكسار نفسي غير الطبيعي طبعاً إنه أنت أخرقتنا بمعجزة عشان تحصرنا من الناحية الثانية بجيش وحرب فنرجع تاني مفيش الله بالظبط ربنا حب بقى يقفل باب مصر ده للأبد م. يعني طول ما في باب مفتوح إن أنا أرجع للعبودية هرجع م. ليه؟ لأنه الإنسان بطبيعته يميل إلى إلى الرجوع, الرجوع. طول ما موجود باب للرجوع للخطية وللعبودية هرجع. مع انهم اتمنوا ده بعد كده. مع اه لما طبعاً. لما تذمروا على موسى. امتى بقى الباب ده يتقفل؟ مم. ودي نقطة مهمة جدا. مم. الباب ده اتقفل مرة والى الأبد مع شق البحر. اه. كويس؟ يعني لما عارف لما حصلت معجزة شق البحر وعبروا مم. فيها؟ مم. الفكرة اللي جت لهم انه عمر البحر ما يتشقت عشان ترجعوا. مم. الباب اتقفل. كويس كويس؟ فأوقات ربنا بياخدنا في طريق علشان يقفل. ابواب يعني ممكن الماضي مفتوح تماما للرجوع يقفل الباب نهائي بحيث انه ما فيش مفر تاني غير ان انا اكمل ما فيش مفر تاني غير بالرغم أكمل. من انهم حاولوا كتير ان هم بعندهم وبسبب عدم ايمانهم في الله ومعجزه اخراجه ليهم من من مصر وكانوا بيتمنوا يموتوا في مصر واكل مصر وارض مصر انت اخرجتنا عشان نموت في البريه فده اللي بيحصل معانا صح يعني وتذمروا كتير طبعا في البريه لسنين طويله م. 40 سنه لكن هي الفكره الاساسيه اللي عايزين نقولها انه انه الله في حكمته م. وفي رحمته وفي نعمته اوقات بياخد معانا الطريق الاصعب م. او الاطول لانه عارف ان الطريق ده لخيرنا يعني اوقات كتيره بنفكر انه لحظه اول لما أم أقام أقام امن واقبل الرب يسوع كل مشاكل تتحل والدنيا هتبقى وردي وانه مفيش ابدا صعوبات في الحياه وبكتشف انه اول لما بقبل الرب يسوع أؤمن بيه مشاكلي ممكن تزيد، تحدياتي ممكن تزيد، حروب العالم ليا ممكن تزيد، حروب ابليس ممكن تزيد، كره العالم ليا وكره الناس ممكن يزيد يعني طريق ليس سهلا اكيد مش مفروش بالورود يعني, يعني مفروش بالورود بالرغم من انهم رنموا ورقصوا طبعا مع مريم طبعاً وكان في حفله بعد الخروج لكن مع اول ما حك وعطشوا اول ما تزم بعد كده الرب دخلهم في مجاعه مم. وبعدين بعد ما دخلهم في مجاعه تذمروا وبعدين الرب ادالهم المن والسلوى وشفنا بعد كده برضو تذمر ثالث بسبب الميه لما كسر لما قال لموسى بالعصا اضرب الصخره وهكذا فهو كان برضو الرب بيتدرج معاهم في الايمان هما كانوا ساكنين يعني. بقى بيتر في حته اسمها مم. ايه جوشان عند منطقه جوشان دي هي الدلتا هنا مم. منطقه الدلتا دي كلها فهم اتحركوا من رعمسيس كويس وصلوا الى سكوت ومن سكوت الى ايثام كويس وعبروا هناك من هنا ودخلوا آه ودخلوا الى بداوا الرحله بتاعتهم الى الى الى, إلى سينا وكملوا في سينا آه ووصلوا الى بريه سين ومن بريه سين راحوا على مؤاب فوق هنا وبعدين من هناك دخلوا الى الى ارض كنعان اللي انا عايز اقوله الفكره الاساسيه انه كان ممكن طبعا كل الطريق ده يبقى سهل ما ينتهوش 40 سنه هم قعدوا 40 سنه يلفوا حوالين انفسهم كويس ليه؟ لان ربنا قال بسبب التمرد اللي أنتوا فيه ده كل الجيل اللي شاف العجائب في ارض مصر لكنه لم يؤمن ان انا اسدد احتياجاتكم وارعاكم وادبر اكلكم وادبر شربكم وأقودكم كل الليل وكل النهار كل الجيل الذي لم يؤمن وتمرد على رب هيموت في البرية مش هيخش أرض كنعان اتنين بس منهم هم اللي دخلوا أرض كنعان كالب ابن يفونة ويشوع ابن, نون. ابن نون تكرار الأربعينات كتير أربعين قبل موسى في الأرض في بيت فرعون أربعين في البرية أربعين الشعب في البرية الاربعينات الرب يسوع نفسه بعد كده 40 يوم, أربعين يوم, يوم, في يوم. يوم ايه 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 حكايه ال40 دي يعني هو ليها هو دلاله ولا جت كده يعني لا هو رقم مهم طبعا في الكتاب المقدس اللي آه. يدرس الاربعينات هيلاقي كتير قوي آه. في ذكرت الاربعينات كرقم آه مهم آه دلالته بالظبط ايه يعني هتلاقي فيه افكار كتيره وافكار مخت مختلفه آه. آه لكنه رقم يعتبر رقم مهم اجي للخريطه الثانيه دي الطريقة الثانيه دي يمكن اكثر وضوحا طبعا آه انه شعب اسرائيل عبر من عند فم الحيروث هنا وده كان بدايه عند قمه البحر الاحمر ودخل الى ارض سيناء وقعد في ارض سيناء طبعا فتره التيهان كلها والتوهان في البريه النقطه اللي عايزين نتكلم فيها انه آه امتى حصل الخروج م. امتى حصل الخروج الخروج ده تاريخه امتى م. احنا عندنا مدرستين كبار تمام كويس آه بس ال في ال ال اللي عايزين نبدا بيه الاول انه ايه المصادر اللي تقول لنا عن تاريخ الخروج احنا م. بنستمد مصادر معرفتنا منين م. اول حاجه لابد ان نعتمد على النص الكتابي كويس اي نعم في عالم النهارده لا يؤمن بالوحي ولا يؤمن بعصمة الكتاب بيحاول انه يرفض فكرة انك تعتمد على النص الكتابي طب مع أن النص الكتابي هو الأقدم م. والأهم والأشمل كويس آه فهو يقول لك لا دور لي على مصادر خارج الكتاب طب فين المصادر الاقدم اللي اثق فيها ومجمع عليها من, الـ من الـ كل العصور الماضيه كويس اولا يعني. لا يوجد مصدر اقدم من الكتاب المقدس ولا يوجد مصدر اشمل من الخروج من قصه الخروج ولا يوجد نص معدس. ايضا متفق عليه من من ال... بالضبط يعني مثلا أقول لك حاجه ال 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 النص الكتابي نص شامل م. نص شامل انت بتقرا من اول ما قام فرعون جديد على ارض مصر من اول ما نزل بني اسرائيل ارض مصر م. وبعدين قام فرعون جديد على ارض مصر وبعدين فتره التعذيب والتسخير وبعدين ولاده موسى وبعدين هروب موسى وبعدين مجيء موسى بالدعوه ليخرج الشعب وبعدين الضربات العشر وبعدين الفصح وبعدين الخروج ومن الخروج لارض سيناء للوصايا العشر ومن الوصايا العشر بتتكلم بقى عن الدخول الى ارض كنعان فيما بعد فالنص نفسه نص شامل نص شامل النص مترابط وده يعني اوقات كثيره الاخوه المسلمين يقول لك ايه؟ لا احنا عندنا نص مهم قوي عن الخروج، نص القران نص غير مترابط. انت ما عندكش نص كامل مترابط وبعدين النص القراني يعتبر نص انت جاي بعد الحدث ب 2000 سنه. يا فرحتي. جاي جايب لي ايه معاك؟ يعني انت انت اساسا لا انت شاهد عيان ولا انت معاصر للاحداث ولا انت حتى تعرف المنطقه. يعني حضرتك اقصد انه الحدث متوثق في العهد القديم في من الاف السنين وده اقدم بالظبط كموثق كان كنص أقدم. موثق آه. لانه الاقدم دي نقطه ثالثه الاقدم دايما في في علم حتى الدراسات التاريخيه ترجع للنصوص الاقدم لان النصوص الاقدم دي مهمه أزبط. جدا اثبت ترجع كمان لانه كاتبه كان موسى كان شاهد عيان واحد من ده احنا لو امنا ان موسى انا من شخصين ان موسى هو الكاتب فال... فالاربع اسباب دول مهمين جدا يخلوني اعتمد على النص الكتابي كويس وانا عندي ثقه عايز اقول لك حاجه اقول لك طب عندي عندي هنا سلايدز عايز اوريه لك خليني آم ارجع لاخر اخر سلايتس. انا حطيته حطيته ب بهدف وبقصد كويس النهارده لو رحت للجامعات Secular يونيفرستي الجامعات المدنيه العاديه رحت مثلا درست في جامعه كاليفورنيا ولا جامعه ميشيغان ولا الجامعات اوكسفورد ولا ولا يعني كامبريدج الجامعات دي كلها م. لما لما تكلم حد متخصص في مثلا دراسه افلاطون او ارسطو كويس تاريخيه افلاطون وارسطو لا تجد ابدا شك في انه افلاطون شخص تاريخي وانه أرسطو شخص تاريخي متفق متفق عليه تمام مع إنه خلي بالك م. أنا عندي جدول هنا هي يعني هيصدم شو يصدم شوية اصدمها. لو جينا هنا لأفلاطون اللي حصل أفلاطون زعل <applause> طيب آه خليني آه آه أعلم عليه هنا آه ما حطيتش الكتابة آه. لو جيت هنا لأفلاطون اللي هو أهو الدون أفلاطون كان تاريخ الكتابة بتاعته م. تاريخ الكتابة الفلسفة بتاعته النس... اللي لما عاش كان من سنة 427 إلى 347 قبل الميلاد كويس ده ده متفق عليه أقدم النسخ أقدم النسخ اللي عندنا اللي بتقول لنا عن أفلاطون وفلسفة أفلاطون ها أه؟ موجودة ترجع الى سنه 900 ميلاديه طب والفتره دي اكتر من 1200 سنه ما عندناش حاجه لافلاطون وبيثقوا فيها كويس ويثق يثق في كتابات افلاطون ويثق في تاريخيه افلاطون مع ان النسخ اللي عندنا النهارده اللي بتتكلم عن افلاطون بيعود تاريخها بالفرق الزمني بينها وبين افلاطون 1200 سنه يعني ممكن تكون مش اقواله، ممكن تكون فيها دسائس، ممكن تكون ولا بخريف. يشك ابدا في تاريخيه افلاطون ومع انه شخص عادي مش نبي او رسول او بالظبط يعني لا يشك ابدا في تاريخيه افلاطون كل العلماء وكل انما احنا عندنا نص يعود الى موسى كويس آه وفي نفس الوقت يعود الى زمن الخروج ومفيش فارق زمني بينه كبير بينه وبين الاحداث. م. حتى العهد الجديد نفس الحكايه، الاناجيل الزمن الفارق الزمني بينها وبين ال حيا حياه الرب يسوع م. وموته وصلبه وقيامته يعني لا تتعدى مثلا 30 40 سنه، كويس؟ الا انه العالم ال العالم ال 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 العلمي الاكاديمي يرفض شهاده الاناجيل عن يسوع ويرفض شهاده موسى عن يسوع ويرفض شهاده سوري عن الخروج ويرفض شهاده العهد القديم عن الخروج ويقول لك بما ان ما عنديش ادله علم اثار موجوده في سينا ولا موجوده في مصر يبقى الخروج ده حدث مشكوك فيه. ويقبل اقوال واحد من من 1200 سنه قال كلام ووصل له بعد 1200 سنه ويعالم بالظبط ده بتاعه ولا مش بتاعه؟ ده ده طب ده, 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 ده تفسره بايه دكتور ده, افسره بانه يعني المنهج العلمي منهج آه آه سميه بايس يعني آه في تحيز بما انه ده نص كتابي نص ديني, ديني نحطه م. على جنب ما نقدرش نعتمد بيه حتى النهارده يقول لك ايه يقول لك مثلا مع انه ده مش موضوعنا بس حابب اوضح الفكره آه اكتر ياريت. انه انه يسوع التاريخي يختلف عن يسوع الايمان احنا جالنا يسوع الايمان من الاناجيل يعني ايه يعني كتاب الاناجيل كانوا مؤمنين بيسوع فبما انهم مؤمنين بيسوع فاكيد حطوا الفليفرز يعني بينوب بأنه شخص كويس بينوب بأنه شخص صانع معجزات بينوب بأنه شخص عظيم كويس لكن ده يختلف عن يسوع التاريخ اللي عاش في فلسطين في القرن الأول الميلادي طب يا عم يسوع التاريخ دوّن هتعرفه منين لا أنا أدور عليه بقى في كتابات أخرى خارج الكتاب المقدس طب أنت عندك نص وأربع أناجيل أربع شهود وأربع شهود عيان ولا يمكن أبداً تشك في مصداقيتهم في كتابتهم الأحداث إلا أنه بيرفض ده لأنه يقول لك لا 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 ده, ده نص ديني تيجي الموسى والخروج نفس الحكاية تيجي الموسى والخروج نفس الحكاية إنه بما إنه النص ده مرتبط بشعب إسرائيل وإنه نص يعتبر ديني ومؤسس لشعبية أو لوجود أمة اسمها شعب آه إسرائيل آه. فإحنا مربط الفرس. نشك في الأحداث دي. يعني قصة موسى دي اللي إحنا بصددها لو زي ما هي كده ما بين دفتي كتاب علمي آه آه كان اي اي حته اي حاجه تاني تحت اسم مثلا ارسطو او غيره او آه. لو اي واحد من الناس دي قال الكلام ده هيبقى مؤمن عليه بالظبط يعني هو المشكله انه ده في كتاب آه التوراه ده في كتاب دين زي ما حضرتك قلت بيرسخ لشعب او ل... بالظبط مع لأمة انه يعني. مع انه يعني هو مصدر يعني شوف آه الكتاب المقدس فيه اشياء لا توجد مثيل لا تجد مثيلها ابدا في اي حضارات وتاريخ أخرى يعني مثلا من أكثر الأشياء مثلا الاستغرابا آه آه تكوين عشرة م. اللي بيقولوا عليه أنه جزء من الأساطير تكوين عشرة ده في لستة بسبعين أمة كيف نشأت وكيف بدأت ومن أي نسل وإيه مكانها لا تجد لا تجد ابدا في 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 التاريخ القديم النهارده الاصحاح ده يعتبر المصدر الوحيد لعلم الانثروبولوجي، لعلم الانسان. مم. كويس؟ اللي لو عايز تعرف الشعوب دي منين واصلها فين؟ ترجع ليه؟ تكوين عشر الا انه لانه موجود في كتاب مقدس كويس؟ يقول لك لا ما رجعش لي ليه. يعني يعني وانه ده جزء من الاساطير. ويتوه نفسه ويتوه حاجة. نفسه في والموضوع بسيط. يعني مم. لما نيجي بقى نرجع تاني للنص الكتابي أوه. انا لازم اعتمد على النص الكتابي كمرجع هتقول لي طيب احنا ما عندناش مراجع اخرى نصوص اخرى آه عن الخروج وده اللي بيقولوا البعض انه الخروج لا يعتبر حدث تاريخي شوف العلماء العلماء الغربيين آه 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 بيشكوا في الخروج لسببين اول حاجة يقول لك انه التاريخ يتعامل مع الامور الممكنه يعني يعني جيش حارب جيش مات خمسين واحد 27 واحد خدوا حدة الارض الفلانيه اوكي okay. انما الخروج بيتعامل مع الامور الغير ممكنه المستحيله impossible things يعني ايه اللي بحر يعني, يعني, في بحر اتشق كويس في عمود سحاب وعمود نار في ضربات ويعني ايه شعب ماشي ويا... وعلى يمينه وعلى شماله وسورين آه، من البحر. سورين من البحر ايه ده يعني يدخل ف فدي ف... دي, دي يقول لك لا, لا 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 ده ده ما المفروض ما مفروض تاريخ ومع اخر واحد من الشعب الله يقفل على هو... وهو لا هو 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 بينكر انه الله صنع تاريخ يعني بالزبط. هو بيعتبر انه الانسان هو صنع تاريخ فبما ان الانسان صنع التاريخ فالانسان يتعامل مع الممكن اما آه. اذا تدخل الله بقى في التاريخ وده الجزء المهم، وهنا تدخل الله في الخروج، لأن الخروج ليس خروج ناس ولا قدرة إنسان، ده الخروج ده عمل الله. ومعجزة. و... المعجزة. في معجزة. بالظبط. احنا على تاريخ بشري. زي, زي 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 ما شق البحر وزي ما ضرب ضربات العشر وزي ما عمل وعمل وعمل وعمل، أنت بتكلم على أمور فعلاً لا تتعارض مع المنطق البشري، لكنها تسمو فوق المنطق البشري، أمور مستحيلة. طب بالمناسبه يعني الضربات العشر دي دي حصلت بالنسبه له ولا ما حصلتش؟ لا دي كلها آه لو هو لو هو عايز يرضي ضميره هيقول لك هي كلها اشياء طبيعيه حصلت ده ميه النيل آه آه الـ الـ الطمي اللي فيها كان لونه احمر شويه فاعتقدوا انه آه انها انها دم بس ال تسأله طب إذا كان هي مية النيل وكل سنة بتيجي لونها أحمر إزاي السمك كله يموت كويس فهو يبدأ يفسرها لك بطريقة إيه يعني آه علمية علمية منطقية طيب. يجيب لها أسباب علمية أنا ما عنديش مشكلة أنها تبقى علمية بس حس... حصلت مم. لو حصلت لو الدم دم وموت السمك آه. وقلت لي بطريقة علمية أنا ما عنديش مشكلة بس برضو... على الأقل أنت قلت لي إنه, أنه حصل كذا 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 مم. فهم فكرة؟ يعني هو ليه تفسير علمي في كل الضربات العشر وليه تفسير علمي ايضا في شق البحر. يعني آه. هو حتى لما يجي عند شق البحر مم. لما تقرا كتب اللاهوتين الليبرالز احنا كان جزء اساسي لازم نقرا كل الافكار وال كويس مم. انت ممكن تقرا وانت بتقعد تضحك يعني يعني في في كتاب اتكتب جميل جدا كتبه كاتب امريكاني قال انا ما عنديش ايمان انه كفايه انه ابقى اثيست يعني عشان ابقى اثيست ناكل وجود الله انا محتاج ايمان اكبر من ان انا ابقى عندي ايمان اقبل وجود الله يعني I don't have faith enough to be an atheist يعني يعني ان انا انكر وجود الله محتاج ايمان اكبر من انه ان انا اقبل وجود الله اصعب يعني اصعب فالفكره مثلا انه عشان تنكر الخروج مثلا وتنكر انه انه شق البحر ممكن واحد من ال... الكتاب بيقول لك ايه لا هم وصلوا للبحر فعلا بس لقوا 200 سفينه م? لقوا 200 سفينه فخدوا ال 200 سفينه وعبروا بيها الناحيه الثانيه اوكي ده موجود ماشي الكلام ده يعني في كتب كثيره <applause> اوكي ماشي هتفق انه 200 سفينه اولا السفن في كذا مهما كانت حجمها لا يعني الركوب فيها 15 شخص 20 شخص مهما كانت كويس في ذلك الزمان حتى ايام الرب يسوع كانت سفن احجامها مش كبيره حتى 13 14 شخص بالكتير. فلو قلت على... ان السفينه لو قلت ان السفينه خدت 50 واحد خلينا اقول انه ايه؟ هتاخد 50 واحد، هتاخد 100 واحد. م. انت بتتكلم على اولموست 2 مليون. طبعا ده فرعون يكون اتسلى عليهم يوم واثنين <applause> وثلاثه وعشره وشهر. طبعا عشان يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا تخيل ان عندك مثلا 200 اتوبيس هياخدوا 2 مليون ودوهم حته ويرجع ياخد ثاني. يعني هنقعد كده شهرين ثلاثه شهرين ثلاثه دي حاجه. الحاجة الثانية كان شعب إسرائيل كان فنى يعني وبعدين مين اللي جاب بقى ال سفينة دول؟ جم لوحدهم كده حتى, لو قلت إنه 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 ماشي موجودين هم جم إزاي؟ هل كانوا بتوع شعب مثلا معين أو بتوع حرب سفن حربية لجيش معين؟ ما هو ما حدش بيمتلك 200 سفينة يعني 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 شخص فرد مش هيمتلك 200 سفينة البعض الآخر لا 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 قال لك هو إيه؟ هم عدوا من الحتة اللي كانت الميه فيها ضحله. يعني ايه؟ هم مشوا في الميه بس الميه كانت ضحله. ماشي. هقول انه عدوا في الحته اللي كان الناس فيها او الميه فيها ضحله. ازاي هم ما يغرقوش وجيش فرعون يغرق؟ بالظبط. يعني 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 الم يغرق كل جيش فرعون؟ يعني يعني لو عيل صغير عنده اربع خمس سنين بتقول الحكايه دي يقول استاذ بس ازاي فرعون وجيشه غرق استنتاج يعني بسيط طبيعي. جدا يعني بس لانه العقل رافض ان الله تدخل مم. يعني هو ال ال العقل بتاعه رافض انه الله تدخل فهو عايز كل حاجه تبقى حسب هو المنطق العقلي يعني هو الاعتراض الاول ل... ل... للناس دي بيكون بسبب رفضه لكل ما هو غير معقول وغير طبيعي وفوق إدراكه رفضه لكل ما هو الهي خلينا نحطها ما هو ده غير غير آه. غير مدرك يعني لانه التاريخ لا يصنعه الله تاريخ يصنعه الناس م. وبالتالي التاريخ يتعامل مع الممكن وليس مع غير الممكن م. عشان كده ممكن ينكر الميلاد العذراوي لانه ده غير ممكن ده مستحيل انه واحده عذراء تولد ده مستحيل ممكن ينكر المعجزات بتاعه الرب يسوع لانها و... كل هذه المعجزات هي من الامور المستحيله مم. فبما انها مش ممكنه فما فتبقى تاريخ قيامه المسيح ايضا موضوع شك ليه مم. لانك بتتعامل مع فوق الطبيعي مم. مع المستحيل مم. فهو البدايه النقطه اللي بتبداها هتوصلك في النهايه انك تنكر كل ما هو معجزي معجزي يعني يعني وبالتالي هتنكر المجيء الثاني يعني كل الامور اللي هي معجزيه يعني لو شلت الجانب الالهي من الكتاب مش هيبقى كتاب بشري بس هيبقى كتاب ملوش معنى بالظبط ملوش قيمه بالظبط يعني يعني ليه لانه عندنا في الكتاب المقدس ان الله هو صانع هو الذي يغير الاوقات والازمنه هو الذي يعزل ملوك وينصب ملوك هو المتحكم في مملكه الناس م. هو الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله فالامور دي كلها اساسيه جدا م. في الكتاب المقدس نرجع الى اخونا فرعون اوكي كويس لما نيجي نقرا قصه الخروج بنعرف انه كان في اكتر من فرعون م. وده يمكن اوقات كتيره بيعمل شويه لخبطه عند بعض الناس بس لو قدرنا ان احنا نوضحها يبقى كويس أول. يعني هو في تضارب بالظبط ما بين انه مين الفرعون اللي كان وقت الخروج رمسيس ولا كويس ولا مين بالظبط لما نرجع إلى تكوين واحد سوري خروج واحد خمسه آه. واحد ثمانية بيقول لنا ثم قام ملك جديد يبقى في واحد ايه؟ جديد وقلنا لما اتكلمنا عن الجزء ده قلنا كلمه قام لا تعني انتقال السلطه السلميه ما بين شخص الآخر آه. لكنه قام على بمعنى انه انتزعت السلطه بقوه الجيش والمعركه قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف <applause> وده معظم المفسرين بيحطوا لنا ان ده احمص اه اللي, اللي هو اسس الدوله الحديثه اللي طرد الهكسوس سنه 1550 قبل الميلاد ده اللي اللي, اللي ما يعرفش يوسف ده اللي ما كانش يعرف يوسف ده بقى اللي جه من الجنوب من طيبة لأنه كان موجود في طيبة م. والهكسوس كانوا موجودين فين في ممفيس في الشمال كويس كانوا بيحكموا منطقة الشمال فهو جيب جيوشه م. ناحية ناحية ممفيس ناحية دلتا م. وطرد الهكسوس اللي كانوا محتلين مصر م. لفترة طويلة والهكسوس دول هم الملوك الرعاة اللي كانوا جايين من أرض كنعان وهو أدرك إنه شعب إسرائيل أساساً من أرض إيه كنعان فقال لَأَلَّا نقوم بحرب مع اللي احنا طردناهم فالكنعانيين اللي جوه اللي هم شعب اسرائيل يكونوا كبروا فيتعاونوا مع اعدائنا اللي بره وبكده تنتهي مصر فبدا يحط عليهم القيود من البدايه مع بدايه الاسره اذلال بقى مع بدايه سوري مع بدايه فتره المملكه الحديثه لمصر ده احمص ده احمص بعد كده ده عليه اختلاف ولا؟ ملوش اختلاف ما اختلاف معلوش اختلاف م. لما نيجي لت... لخروج اثنين وعدد اثنين وثلاثين وحدث ان ملك مصر مات لما موسى راح البريه وقعد في آه 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 سينا آه ما عنده يثرون قعد 40 سنه اه قعد لانه هربان من فرعون اللي هو طلب انه يقتله فيقول الكتاب ل... وحدث ان ملك مصر قد مات يبقى اللي فرعون اللي كان او آه وقت آه آه ال سنه آه وموسى متغرب ده مات، ده فرعون م. اخر. كويس؟ نيجي لفرعون اخر. فالان هلم فارسلك الى فرعون فتخرج شعب بني اسرائيل، ده فرعون اللي جه بعد ده. كويس؟ ده فرعون اللي جه بعد ده لما دون مات قام فرعون جديد، ورب قال له تعالى بقى ارسلك الى فرعون الجديد دون عشان تخرج آه شعبي من ارض مصر. طيب نيجي لحقائق مهمه كده. واحنا بنتكلم عن تاريخ الخروج لابد ان احنا ندرك انه بدات التسخير قبل ميلاد موسى بفتره ما نعرفش قد ايه، يعني ال 430 سنه ما كانوش كلهم, كلهم تسخير. تسخير اه عشان ما نبقاش بس ايه بنفتري على المصريين، كانوا مستعبدين اه لكنوش ما كانوش ما مو... كانوش في تسخير وقسوه وقتل وذبح كانوا مستعبدين كانوا بيخدموا المصريين يعني كانوا التسخير ده بالتحديد أم التسخير من... بالتحديد بقى انه انه فتره بقى الضغط النفسي والجسدي والإزلال ومحاوله تقليص الشعب دي بدات قبل بدايه عهد الفترة. فرعون الجديد مع بدايه فتره فرعون الجديد يس yes. كويس فرعون الذي بدا التسخير هو الملك الجديد الذي قام على مصر ولم يكن يعرف موسى اللي احنا قلنا عنه احمص اه كويس فرعون الذي امر بقتل كل طفل ذكر يولد يختلف عن فرعون الذي طلب ان يقتل موسى لانه الفرق الزمني 80 سنه م. كويس اوضحها تاني يا ريت لما موسى اتولد كان في فرعون م. كويس م. والفرعون دوّن امر بقتل كل الاطفال وبعدين بنت فرعون اخذت موسى من الصفت وتبنته وقعد في القصر كم سنة؟ أربعين سنة أربعين سنة مم. وبعدين هرب إلى أرض إيه؟ أرض مديان وقعد هناك كم سنة؟ أربعين سنة يبقى فرعون الذي أمر بقتل كل طفل ذكر يختلف عن فرعون الذي طلب أن يقتل موسى لأنه الفرق بينهم أكثر من أربعين سنة مين اللي كان وقت موسى بقى؟ آه. تاريخيا يعني تاريخيا غالبا كان وقت موسى آه احمس آه الـ الـ مش مش وقت موسى وقت ولادته اللي عاش معاه في القصر اللي عاش معاه في القصر كان تحتمس الاول تحتمس الاول اه ده بعد أحمص طبعا بالظبط اه اه, آه. ف ده قعد ال 40 سنه اللي. آه, آه, اه اه 40 سنه <applause> فانت لازم تفرق ما بين وبعدين فرعون الذي جاء اليه موسى بعد عودته ليخرج شعب مصر كان مختلف يعني يعني, يعني, يعني عايز اقول انه ممكن نحط اربع فراعنه مختلفين من اول ما قام جديد لحد لما بقى خرج تم الخروج. هناخد الاربع فراعنه بعد مكالمه تليفونيه، معانا اتصال تليفوني. الاخ ابو مهند. بخير. اهلا مساء النور. اهلا, أهلا بيك اخ ابو مهند. كلمه بسيطه اذا سمحت ايها الدكتور. تفضل. تفضل. أه كلمه تقول معظم النصوص المعقده والمبادئ والنظريات العلميه. التي بحسب الظاهر تناقض ما ورد في سفر التكوين هل هذا صحيح؟ إيه لا ممكن السؤال مرة ثانية. علينا وكأهل ممكن كيف السؤال مرة ثانية علينا تانية؟ وكأهل مسؤولين مؤمنين بصحة الكتاب المقدس أن نجاوب على أسئلة كهذه هل نقول لهم أن العلماء كذبة؟ هل نقول لهم أنهم لا يعلمون بما يتكلمون به؟ هل نقول لهم أن العلم يناقض الكتاب المقدس كلا البتة بل علينا أن نضع قاعدة لذلك قل أن العلماء يقرون بأن الشيء هو حقيقة علمية عندما يرونه بأم العين فعندما يتكلمون عن المسافة والحرارة وعن أمور لها قياسات ومعايير فعلينا أن نصدقهم ولكن عندما يخمنون كيفيه وجود هذا الكون ويعطون نظريه علميه فقط غير مبنيه على تطبيقات اكيده عندئذ تناقض نظرياتهم المغلوطه ما اوحاه الله في كتابه. اشكرك اشكرك شكرا أخ ابو مهند بشكرك جدا طبعا موضوع العلم والكتاب المقدس ده موضوع كبير قوي م. واحنا قلنا يمكن اكثر من مره الكتاب المقدس في حد ذاته في في ذاته ككتاب. ليس كتاب علمي. بس كمل العباره عشان لا افهم غلط. الكتاب المقدس ليس غرضه ان يكون كتاب علمي. الكتاب المقدس في كل ما يقوله من امور علميه حق. مع انه ليس غرضه ان يكون كتاب علمي لكن عندما يذكر امور متعلقه بالعلم فهي حق. زي ما الكتاب المقدس ليس غرضه ان يكون كتاب تاريخي لكن في كل ما يذكره من احداث تاريخيه هو حق وصدق كويس طبعا في لا يوجد في, في, في حقيقه الامر يعني لا يوجد تناقض ما بين الكتاب المقدس وبين العلم الفكره الاساسيه ان عندما تفرض انت نظريه علميه على الكتاب المقدس وما زالت نظريه ليس لها يعني النظريات العلميه كلها مختلفه تختلف مع من وقت لتاني والعلم بيتغير لكنه فيما فيما نتحدث عنه سواء من خلق الكون او نشاه الكون او بدايه الحياه او كل هذه الامور هذه الامور حتى العلم النهارده لا يستطيع ان يجيب عليها باجابات حاسمه حاسمه يعني لما تيجي تقول له نشاه الحياه هتلاقي 500 نظريه عن نشاه الحياه م. لما تقول له الانسان كيف بدا الانسان 500 نظريه عن بدات عن الانز... عن بدايه الانسان كأنها كلها اجتهادات كل... لانه دي نظريات كلها مبنيه على اجتهادات وليس على حقائق علميه ثابته آه عشان كده بنقول انه ما عندنا من نص كتابي هو اصدق وقول ان الله هو اللي اعلنه أكيد. وهو اللي قاله. كل تأكيد. طيب نيجي الى ليه ما اعلنش لينا الكتاب المقدس بوضوح عن فرعون اللي غرق وبالمناسبة الكتاب ما أوضحش برضو مم. إنه فرعون غرق نفسه أوكي هم شقين يعني هو طبعا ده سؤال مهم ليه الكتاب المقدس ما ذكر لناش وريحنا لا اسمه. اه وريحنا لانه كان لو لو ذكر لنا مثلا تحطمس الاول بالزبط. ولا رمسيس الثاني ولا مرنبتاح آه. كنا يعني كنا ارتحنا يعني. كنا ارتحنا وعرفنا آه. زمن الخروج آه. بسهوله آه. آه. اعتقد في سببين انا حطيتهم هنا اتفضل السبب الاولاني بسميه سبب لاهوتي يعني ايه سبب لاهوتي سبب متعلق بالله نفسه م. اله الخروج وليس فرعون الخروج هو موضوع سفر الاساس سفر الأساس م. سفر الخروج اساسا مش بيتكلم عن فرعون سفر الخروج اساسا بيتكلم عن الله م. من بدايته الى نهايته هو موضوع الاساسي كيف تدخل الله لفداء شعبه من ارض مصر فالسفر موضوعه الاساسي هو شخص الله ولهذا لا يهتم ابدا ان يذكر لنا اسم فرعون لانه مش موضوعه الاساسي طب ما يعني في حد ممكن يقول لك طب ما في اسماء مهوله في العهد القديم نقول الاف الاسماء كويس. لناس ما لهاش اي يعني يعني قيمة. آه قيمه في الكتاب او في او في النص او في الحدث في الحادثه نفسها او في القصه اللي اللي بتتحكى يعني في اصحابات بالكامل اسماء اه اه صح طب جت على صح. اسم فرعون يعني آه أوقات ربنا بيحكم على أشخاص بعدم الكرامة يعطيهم مم. عدم كرامة ذكر اسم فرعون كان يبقى تكريم له في هذا النص وكأن الله بيقول لا الموضوع مش موضوعك مم. ولن يذكر لأجيال مش هتنال هذا الشرف و... اه ولا تنال هذا الشرف أن يذكر اسمك بالتحديد بالظبط آه. مع انه ذكر في كلمه الله يعني طبعًا. عن عن انبياء زنوا وانبياء قتلوا وامور كثيره طبعًا. يعني وكذبوا ال 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 السبب الثاني ممكن يكون تاريخ موسى تربى في مصر وتهذب بكل حكمه المصريين م ويعلم كيف تكتب الامور كويس ثقافه وحكمه مصر اللي تعلمها موسى من مصر تسمح بتسجيل المنتصر وليس المنهزم يعني نرجع مثلا لكل تاريخ مصر كأنه مثلا مصر ما اتحزمتش لما تقرا التاريخ الق... بتكلم جد ايوه يعني لما تقرا مثلا التاريخ الفراعنه و... 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 وتاريخ كل فرعون وتروح على المعابد والمسلات والحاجات دي كلها انتصارات وتبدا تقرا انت بتقرا بس انتصارات انتصارات وكأنه تاريخ مصر دون تاريخ مليان كله من اوله لاخره انتصارات ولا معركه واحده خسرها المصريين م. مع ان مع ان م. مع ان الهكسوس الهكسوس ها آه ذلوا المصريين اكثر من 170 سنه في مصر مستولين على مصر مع انه عندنا حد يعني عندنا عندنا احداث مأساويه حصلت في مصر لكنه لا يذكرها يا yeah. معانا اتصال تليفوني ال... الاخ عادل من فلوريدا اهلا بيك اخ عادل اهلا وسهلا مساء الخير وربنا مساء النور اهلا بيك اتفضل معلش حابب اقول ايه من الكتاب واقول نقطتين كده بسرعه اتفضل ومش مش عايز اغير اتجاهكم خالص اتفضل آه بيقول بولس الرسول لتيموساوس تحفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم فلا شك ان في علم كاذب احنا بس على المداخله اللي قبل كده يعني مم. ايوه حقيقه ثانيا انا ما اقدرش اقول اي فرعون لكن في مره قريت عن تحط الثاني انه مش معروف مات ازاي ولا مات فين بس مش ما اقدرش اقرر ولا اقول اي حاجه دي حاجه علميه لكن وما تدخلش فيها انتوا ادرى مني وافضل مني والدكتور اشرف افضل أكيد بكثير في, في النقطه دي أس اسيس عادل لكن في المقطة... اسيس عادل انت منورنا نعم؟ اسيس عادل انت منورنا <applause> اشكرك اشكرك اسيس عادل, الصد... عادل صديق يعني عزيز اعرفه من سنين من ايام ما كنا بنخدم في الامارات كان هو راعي كنيسه ابو ظبي اهلا بيك في دبي تربطني بيه علاقه صح انا عرفت الصوت على طول اهلا بيك اهلا <تصفيق> بيك <تصفيق> بس خلينا عادي خلينا عادي غير القاب <applause> لا <تصفيق> انت منورنا أهلا, اهلا بيك وطبعا شرف ليا ان احنا اصدقاء من زمان آه يعني بشرف لي طبعا بس انا انا ماليش دعوه بالناحيه انا مش متخصص في الناحيه اللي هي ضد المخالفات العلم الكاذب والناس اللي بيحبلوا يحجبوا الكتاب المقدس بطرق لكن احب دايما اقارن الكتاب بالكتاب هو اللي يساعدني فمثلا في سفر يشوع لما راحوا وشافوا رحاب الزنيه رحاب سمعت بالخبر بتاعهم انه نشف قدامهم بحر سوس فكانوا مرعوبين بتوع اهل اريحه. طبعا الرب يسوع اتكلم عن المن النازل من السماء يعني آه. ما 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 قالش حاجه صح اه اه وبولس الرسول اتكلم انهم عدوا في البحر واعتمدوا آه. موسى آه. والسحابه آه. كانت بتغطيهم صح. وحتى عبرانيين نهايته ثلاثه واربعه وغير المزامير مصمور آه. 78 أسف كاتبه أو مصمور 105 أو مصمور 6 آه. الأدلة والفرق الزمني زي ما كان بيقول الدكتور أشرف من قريب الفرق الزمني يعني رحاب بعد حوالي 40 سنة بالظبط بالظبط أو داود بعد حوالي 500 آه. سنة يعني آه. من الـ من الخروج يعني فدي ادله موجوده في الكتاب المقدس داخل الكتاب المقدس ربنا معاكم بس نتكلم عن العلم الكاذب آه. وحتى في نقطه صغيره لما سليمان سليمان الملك ترك معرفه الله وبدا يلجا للحكمه البشريه والجهاله البشريه آه. فقال الدرس الكثير متعب للجسد اللي هو الكلام الملق اللي بيشدوا بين الناس والفلسفه البشريه اللي حصل منها كده ده صح ده ربنا معاكم ويكمل معاك شكراً, شكرا يا استاذ شكرا لك شكرا لدخلتك شكراً, شكرا ربنا يبارك. ربنا يخليك حبيبي شكرا آه نتكلم عن ت... آه في ال15 دقيقه اللي جايين دول نتكلم عن آه التاريخ حصل امتى م. طبعا في البعض بيقول لنا انه الفرعون هو رمسيس الثاني اللي بيرجع لفترة 1290 قبل الميلاد م. وده بنسميه تاريخ المتأخر بس أنا أتكلم عن تاريخ المتقدم لأنه في تاريخ قبل كده زي ما يقول الأساس عادي المقارنين الروحيات بالروحيات فالكتاب المقدس بيعتبر الأساس أو المنطلق اللي أنا أبدأ منه وعشان كده حابب أبدأ الفت... الحكم الفترة دي اتفضل آه نظرية التاريخ المتقدم الخروج حصل في فترة حكم الأسرة الثامنة عشر النظريه دي بتقول ان الخروج حصل بالتحديد كويس في القرن ال15 فتره حكم الأسر الثامنه عشر وفي سنه 1446 او ممكن البعض بيحطها 1447 يعني حسب ما يعني الفرق سنه او شهور مش هو الكبير لكن ازاي جبنا التاريخ ده بقى هو المهم ازاي قلنا ان الخروج حصل سنه 1400 46 او 47 هل في ادله كتابيه؟ طبعا ده؟ ارجع للكتاب المقدس، هل الكتاب المقدس اداني اي دليل او اداني اي خيط ابدا م. منه امشي وراه لاثبات لحد لما بالظبط يعني زي ما انت يعني في اي حاجه بتحاول تثبتها ايه الخيط بتدار اللي بتدار عندك بتدور على خيط بتدور على خيط اذا مسكت طرف الخيط تبدا انك تكمل وراه وتمشي وراه لحد ما توصل الى الحقيقه. م. الخيط دون عندي بدا من اول حاجه من سفر الملوك الاول واصحاح ستة وعدد واحد سفر الملوك الاول ستة وعدد عدد واحد هيقول أي لنا ايه بقى النص موجود اهو وكان في سنة الاربعمائة وثمانين يبقى سنة كام ربعمائة وثمانين ربعمائة وثمانين كتبتها بالعربي اهي كويس لخروج بني اسرائيل من ارض مصر يبقى بني اسرائيل كان بقالهم 480 سنه لما خرجوا من ارض مصر تمام في السنه الرابعه سنه 480 دي من الخروج هي السنه الرابعه لملك سليمان يعني سليمان كان بقاله اربع سنين في الملك كويس في شهر زيو وهو الشهر الثاني انه بنى البيت للرب طيب إذا قدرت أوصل إلى السنة الرابعة لملك سليمان كويس أقدر أوصل لسنة الخروج. واضحة الفكرة؟ يعني سليمان إمتى كانت السنة الرابعة لملكه؟ لو حطيت السنة الرابعة لملكه دي على ال 480 يروح مرجعني باك إلى زمن الخروج. أشرحها تاني. تاني. حطها بالرسمة دي. مم. 480 سنة من خروج بني إسرائيل من أرض مصر. 480 سنه لحد السنه الرابعه من ملك سليمان يعني من اول ما خرجوا لحد السنه الرابعه لملك سليمان الفتره دي 480 سنه 480 سنه تمام. كويس تمام. السنه الرابعه لملك سليمان تاريخيا ودي لا يختلف عليها هل الارقام أحد؟ دي تقريبيه ولا لا. بال... الأرقام بالسنه كده كويس, كويس. البعض طبعا اللي بينكر فكره انه 1400 46 يقول لك لا ما تاخدش 480 سنه ده حرفيا احنا عايزين في دا موضح رقم، دا رقم موضح رقم موضوع الرقم راوند نمبر او رقم مجازي ما ينفعش تاخده آه. لانه يقول لك 40 سنه ال 40 سنه هي الجيل فبالتالي 480 ها أه؟ يبقى عندك كام؟ 12 كويس يبقى 12 جيل ما تقدرش تاخدها كده لا انا اخدها حرف ليه انا عندي سبب اللي يخليني اخد 480 سنه دي حرفيه أوه. لانه ذكر ليا الشهر اه فبما انه ذكر الشهر هو بيذكر تاريخ مش بيذكر راوند نمبر مش بيذكر آه سنين اجيال او اجيال ده بيقول لي في السنه 480 اللي هي السنه الرابعه لملك سليمان وفي الشهر زيو وهو الشهر الثاني ها؟ يبقى هنا بس كل ايه؟ تاريخ ولا ارقام؟ السنة بس... والشهر بالتحديد 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 فالنص ده لما بيتكلم بيتكلم عن تاريخ ولابد ان يؤخذ حرفيا زي ما هو. لا مجازيا لان النص بيقول لي انا حرفي، النص نفسه بيقول لي ابوس ايده خدني انا حرفي هو ب... بصراحة لأن الشهر كلمة الشهر الثاني دي بالتحديد ضيقه خل... قوي والسنه الرابعه للملك سليمان دي ضيقه قوي كويس؟ اه فانت لو السنه الرابعه للملك سليمان تاريخيا معروفه وده تاريخ لا يختلف عليه سواء من مصادر الكتابيه او خارج المصادر الكتابيه السنه الرابعه للملك سليمان كانت سنه 966 قبل الميلاد م. يبقى انا احط 480 زائد 966 يطلع لي كام 1446 1446 ده تاريخ ده لو مصدق الكتاب ده يعتبر تاريخ ايه بقى دلوقتي؟ ده تاريخ الخروج ده تاريخ الخروج. ده سنة الخروج ده سنة الخروج ومن هنا نقدر نعرف مين فرعون بالظبط من هنا اقدر اقول ان الحقبة فرعون الحقبة دي كان مين؟ فرعون الخروج تحتمس الثالث دي الحقبة اللي كان فيها تحتمس الثالث 1446 بالظبط هو الحقيقه ده اثبات بالرقم والسنه والشهر فما فيهوش اجتهاد يعني. يعني اذا خدت ال... اذا خدت التاريخ ده حرفي مم. يبقى انت وصلت لسنه الخروج دليل تاني كتابي في دليل تاني؟ طبعا في دليل تاني كتابي خلينا ناخده مم. قضاء 11 وعدد 26 مم. ده كلام يفتاح كويس نعرف أن يفتاح واحد واحد طبعا. من قضاة بني اسرائيل مم. يفتح يفتاح كانوا الاموريين عايزين ياخدوا الارض فقال لهم ايه والان الرب اله اسرائيل قد طرد الاموريين من امام شعب اسرائيل وجميع الذين طردهم الرب الهنا من امامنا فاياهم نمتلك حين اقام يبقى اسرائيل اقام دول كويس اسرائيل في حشبون وكراها وعروعير وكراها وكل المدن التي على جانب ارتون 300 سنه تمام يبقى اسرائيل اقام في المدن الكنعانيه دي بقاله كم كام سنه 300 300 سنه ده كلام مين يفتح يفتح اوكي يفتح الفتره بتاعته كان تقريبا سنه 1100 قبل الميلاد م. يبقى لو حطيت 1100 قبل الميلاد وحطيت عليهم 300 سنه 1400 1400 وقعدوا شعب اسرائيل 40 سنه تائهين في ارض كنعان 1440 وهناك 1446 يعني تقريبا 1440 اه, لا لا. آه. آه. يعني تقريبا نفس, نفس الفترة. الفتره يعني 6 يعني سنين يعني الفتره يعني آآ آآ يعني ممكن يفتح يكون 300 سنه و6 300, آه. 300 سنه و7 بس هو بيقول لك 300 سنه بالظبط يعني بيس. الفرق هنا 6 سنين بس الفرق 6 سنين فانت ده بيرجعك لمين برضه لفتره تحتمس كان في الفترة نفس الفتره نفس الفتره ده, ده بشكل قاطع عندي كده. دليلين من الكتاب المقدس بيقولوا لي امتى حصل الخروج لو انا عايز امسك الخيط اللي في الكتاب المقدس وامشي وراه مم. كويس ده ده مهم قوي يعني اكتر من اثبات الحقيقه بيثبت وانا دايما اقول انه الكتاب صادق والكتاب زي ما قلنا الكتاب ليس كتاب هدفه الاساسي تاريخ لكن في كل ما يذكره من تاريخ هو حق هل بقى علم الاثار ممكن يساعدني ويقول لي بعض الادله على التاريخ ده اه ممكن اولا أريحة أثبتت جارد وهي واحدة من علماء علم الآثار سنة 1920 أن آثار دمار أريحة تعود تقريبا إلى سنة 1400 قبل الميلاد تقريبا علم الآثار ما فيهوش يعني إكزاكت آه. إلا إذا كان عندك نص مكتوب يعني يعني ممكن امسك م. قطعه الفخار دي او الحجر ده واقول اه الحجر ده امتى اتحرق او امتى اقدر اقول اه تقريبا ممكن يبقى 1400 1440 1450 لكنه في الفتره دي م. كويس؟ فإنه انه اريحه دمرت تقريبا سنه 1400. مدينه حصور ودي مدينه اخرى زي مدينه اريحه برضو استولى عليها الشعب بقياده يشوع. حفريات حصور تؤكد أن الرماد الموجود يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد مما يتماشى مع القصة الكتابية بحرق المدينة على يد يشوع المذكورة في يشوع 11 كويس كمان نيجي أدلة تاريخية في رسائل العمرنة ودي رسائل كانت موجودة وعندنا منها كتير جدا رسائل آآ آآ يعني النهاردة احنا بنبعت إيميل فاحنا زمان كانوا بيبعتوا الرساله دي حته حجر ومنقوش ويبعتوه ده الميل بتاعهم ده 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 المين ايميل بتاعهم رساله لعمرنا واللي تعود الى سنه 1380 قبل الميلاد تذكر اسم هابيرو او ابيرو في احدى الرسائل يذكر هابيرو او ابيرو كويس ويقول عنهم غزاة قادمين الى كنعان لامتلاكها يبقى الاسرائيليين جايين الى كنعان وانت بتتكلم على 1380، اوكي، يعني يشوع دخل ارض كنعان سنة 1400 قبل الميلاد. كويس؟ 1380 يعني قعدوا كام سنة عقبال لما استولوا على المدن دي؟ قعدوا فترة. مم. فترة، حتى لما مات يشوع ما كانوش اكتملوا استيلائهم على المدن مم. وعلى على على, على ارض كنعان. يعني انت بتتكلم على الفترة دي اللي ذُكر فيها هابيرو وكلمة هبيرو يعني عبراني عبراني هيبروز كويس فانت دليل او ابيرو غزاه جايين لامتلاك كنعان مين الغزاه اللي جايين لامتلاك كنعان هم اللي كانوا اسرى وعبيد في مصر وخرجوا الى ارض كنعان وداخلين يمتلكوا ارض كنعان كما وعدهم الرب م. مسله مرن بتاح تذكر ايضا اسم اسرائيل كدوله اجنبيه ومسله مرن دي بتعود الى سنه 1215 قبل الميلاد م. تذكر اسم اسرائيل كدوله اجنبيه على حدود مصر يبقى اسرائيل دوله اجنبيه على حدود مصر ما مش ممكن تبقى دوله الا اذا كانت بقى استولت وقعدت واصبح ليها مكان واستقرار وده حصل قبل سنه 1215 هو الحقيقه يعني احنا ما كملناش كلامنا بس <applause> بس الوقت دهمنا كالعاده وجري بينا في في الغوص وفي العمق التاريخي الجميل اللي اللي يهمنا طبعا ان احنا يعني عايزين نقول انه كل ما ندرس الكتاب طبعاً. فعلا وكل ما تزداد ثقتنا بنكتشف امور عظيمه بتكلم جد آه. يعني الكتاب لا يتعارض لا مع التاريخ ولا مع العلم لكن الكتاب مليان حقائق وقد ايه الله اله التاريخ أمين في تسجيله لهذه الأحداث لنا وكتير بننظر وإحنا بنقرأ كلمة الله كأفراد عاديين مش باحثين زي حضرتك طبعا آه بننظر على أنه يعني أكيد حضرتك ناس كتير قالت لك يا أسيس الأرقام كتير في العهد القديم ليه ما بنحب ليه ما بتقروش العهد القديم ده مليان بغزة كبير قوي ومعلومات إلهية عظيم وأمور روحية عميقة جدا أصل مليان أسامي ومليان أرقام ومليان حاجات النهاردة بنكتشف إنه الأرقام دي فادتنا في معلومة كبيرة جداً عن سؤال كبير قوي ناس بتسأله لما بس بنقعد نركز في الدلائل اللي موجود مع إن الأرقام مش موجودة في سفر الخروج يعني موجودة, في موجودة في الملوك وإثبات تاني في القضاء بس بالضبط. كلمة الله مترابطة وبتخدم كلها شخص واحد بس هو إلهنا العظيم في معرفة أموره وإنه تمجد وأخرج شعبه إزاي وعمل إيه معاهم مم. بشكركم محبينا ومشاركين البرنامج في كل مكان عبر الكتاب بشكرك دكتور أشرف إلى أن نلتقي شكرا. معكم في حلقة قادمة صلوا من أجلنا ومن أجل البرنامج ولكم مني كل الشكر رب معكم أمين.